طبعا مشاهدينا الكرام، هذا الشاب الموهوب اللي شفنا له هلا هلا كم اغنيه رائعه على الصبح هو هاني ضبيط. وعوده معك هاني، بدنا الله نحكي يخليك. عن مسابقه وفوزك طبعا على مستوى الاردن اللي هي مزك مع بيبسي، وحابين تحكي لنا عنها وعدد المشاركين الكبار أكيد وتحديات أكيد. وهي الامور، وهي نقله نوعيه في حياتك ما شاء الله، والف مبروك طبعا، عليها. اكيد يعني أنا طبعا شاكر لله 100 مرة أكيد الحمد على لله. هالخطوة الحلوة اللي قدمتها. مزك مع بيبسي كانت مسابقة محلية ونذاعت على الراديو. كان مشاركين فيها 25,000 مشترك، يعني زي يعني ما مش تقولي إعلان. كلها. ف بس جواب للاتصال اللي كان قبل، كنت متفائل الحمد لله. وكثير كنت متفائل. رح نكمل بس عن التفاؤل، فعلا كنت عم كنت تحكي. عم بحكي عن نعم مزك مع بيبسي، كانت مسابقة محلية وكانت عبارة عن تصفيات. صفت بالآخر زي من كل المشتركين نعم 10 أفرقة كأنه، وتصفوا لأربعة، وكان عبارة عن تصويت جمهور وتصويت لجنة، وكان من لجنة فنانين كبار بالأردن. وبعدين كان يعني نسبة من الجمهور واللجنة، ونشكر الله حصلت على 65% الحمد لله. وانت هاي المرتبة الأولى، والمرتبة الأولى كأفضل صوت وأفضل جيتار. هي اللي هي الأغنية اللي فزت. وبعدين كان في جائزة اللي هي الأغنية اللي سمعناها أول البرنامج، عم بكتب لعيونك. هاي هي اللي فزت أخذت عليها الجائزة. هاي هي. هاي مين اللي لحنها؟ عودة عشان نذكر المشاهدين، اللي هاي لحنها وكتبها. كلمات الفنان عمر ساري وألحان نادر مطيع وتوزيع خالد مصطفى. حلو. كنا نحكي قبل تحت الهواء انه انت بتكتب بتلحن كمان. طبعا في لقدام ان شاء الله الي اغاني كمان من كلامي وتلحيني ما وتوزيع شاء الله. طبعا الفنانين عندنا الكبار بالاردن. يلا كلهم نوجههم تحية، وحابين اكيد. نسمع منك هيك هلا مقطوعة صغيرة. اسمعكم، مش لإلي، اسمعكم يا مسافر وحدك. يلا في سفر هلا بدنا نشوف كمان شوي. معنا سحر كتانة، نوجه تحية سيدة سحر. سعد صباحك. سعد صباحك. هلا بعد ما نسمع المقطوعة ونشوف. يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك، وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. ودعني من غير ما يسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم. ودعني من غير ما يسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم. دعاني يا دموعها، دموعها بتتكلم. دعاني يا دموعها، دموعها بتتكلم. يا مسافر وحدك وفايتني. يا سلام، يعني شكرا لك. بس وين بدك تسافر؟ يلا الأيام جاي إن ان شاء الله اكيد بكون في تنقلات وفي شاء الله. سفر. ما بعرف هلا جاهزين احنا كان في لي مشاركة بمهرجان الأردن السنة الماضية اللي هي مهرجان اللي هي الأغنية الثامنة. لا في مهرجان الأغنية الثامن. هذا قبل فترة، والسنة الماضية كان مهرجان الأردن 2009. نعم. مهرجان الأغنية الوطنية اللي قدمت فيه أغنية يا بلد الخير، كان كان دويتو. كانت هاي دويتو يا بلد الخير، وكانت من كلام وألحان وتوزيع الفنان محمد وشناق.
كانت بمناسبة المهرجان طبعا على أساس الأغنية الوطنية بلد الخير. حلو. كلامها لذيذ ويعني زي ما لاحظتوا يمكن زي ستايل الأغنية مش زي اللي بنسمعهم دائما. حلو، إشي جديد فعلا. وكمان صوت جميل. تسلمي. مش مجاملة. شكرا لك. إحنا بدي هلا ننتقل لمهرجان الأغنية الوطنية الثامنة. اللي هي مهرجان الأغنية الوطنية الثامنة شاركت فيها، وكان مشاركتك في أغنية يا بلد الخير. كانت الأغنية بلد. حابين نحكي عن الموضوع، شو رأيك؟ أمرك. تفضل. المهرجان الأغنية الوطنية الثامن هذا قبل فترة صراحة كان، وقدمت فيه أغنية اسمها يا بلد الخير مع الفنانة تيمة الجبه. كانت دويتو وكلام ألحان وتوزيع الفنان محمد بوشنار. حلو. وكانت جيدة يعني، هي ستايل السريع والخفيف يعني، والكلام اللي بدخل القلب يعني، يعني مختلف عن الأغاني الوطنية اللي عم نسمعها هلا. يعني وطني بس حديث، وطني لكن حلو. يعني ستايل، يعني دخلت فيه شيء جديد. ستايل يمكن تقريبا قربي شوي. احنا ان شاء الله بالحلقات القادمه بلكي جبت الصبيه اللي اكيد اكيد ايش اسمها؟ تيمة الجبر. تيمة الجبر، موجه لها تحيه. اكيد موجه لها تحيه. هي ان شاء الله يوم تيجي بتعمل دورك. قبل ما طموحاتك في المستقبل، شو حابب تكون واحلامك؟ حابب طبعا اكون ناجح، يعني انا غير انه بالفن انا بدرس اداره اعمال. يعني بهيك او هيك حاب اكون ناجح، يعني عرفت كيف؟ ويكون يعني حاطط انه هاي او هاي، انه تكون باك اب بلان، انه تكون بلان بي لحياتي. حلو. لانه على اساس انه بتعرفي كيف الدنيا هلا، بس انه حابب اوصل، وبحب دائما اكون متميز عن غيري. فان شاء الله يا رب. ان شاء الله. يعني دائما الواحد شو بيحكوا انه يحط هدف في تاريخ معين قدامه، يعني انا بدي اصير في سنه كذا. انا في عندي هدف. افضل شيء هذا هو الهدف اللي هو تحديد الزمن. بالضبط، تحديد انه في سنه من السنوات اكون افضل فنان مثلا بشيء او ب. لا بدك تحدد. بدي احدد على مستوى الوطن العربي ان شاء الله. ان شاء الله إن يا ستي ان شاء الله. علشان هواك بقى عندي اغلى من الحياه، لو قلت بقول بدالك ألف وكأنك انت في دنيتي طوق النجاة. وإن قلت أبعد أخاف لبعدي أكتر، بعشقك مش مهم تكون قريب أو بعيد، ده انت حبك كل يوم عمال يزيد، وانت عارف اني مش هنساك اكيد، وان نسيتني انا اللي هاجي افكر، بعشق الحياة والدنيا بعدك تسوى ايه لو ما كنتش جنبي مني عشاني. ده انت لو طولت بعدك مش هعيش في الدنيا بعدك. عشقك. يعني شو بدك احلى من هيك يا داليا؟ اشكرك. ان شاء الله عجبتك يا داليا. داليا شو رايك؟ عم بقول عجبتك؟ شكرا. بتقول لك طب اذا انا هي بحبها كمان. سحر بتحبها يعني بتجنن ما شاء الله. الشباب معنا يعني عن جد اليوم. كانت من اروع الحلقات بوجودك يا هاني. شكرا بوجودك. وطبعا الكثيرين اجوا على يوم بيوم، وكان لهم كل واحد ترك بصمه. وبدنا نعمل شغله هيك، نصير نخصص هيك برويز معين لكل واحد يكتب فيه كلمه. هذا بترك لنا يعني انطباع وبصمه من افضل فنانين من الصغار الكبار، والصغار بيكبروا اكيد. وان شاء الله موفق يا رب. تسلمي. شكرا كثير على هالاستضافه الحلوه. الله يخليك. كلمه لكل مشاهدينك واللي بيحبوك كثار اكيد. شكرا طبعا للكل وكل صبايا اللي وقف معي. لا اكيد صبايا وشباب. طولي بالك علي. لا اكيد. شكرا للكل. شكرا لكل اللي موقف معي، وشكرا للي عم بيحضرونا. نعم. وان شاء الله راح ارفع راسكم وارفع راس الاردن كمان، وكمان ان شاء الله. واستنوني كمان هاني ضبيط.